حين اصحابي مثل ما انتم شايفين، هذا هنا الشفاط اهو، انا سبته بقالي فترة عشان انظفه معاكم. هذا هنا شايفين الدهون، هو طبعا خربان احنا هنشيله مع تغيير المطبخ، وهنا بدأنا في التنظيف اهو، شايفين الفرق بيطلع. طيب ايش الخلطة بقى؟ هنشوف مع بعض ايش الخلطة. هذا هنا صابون، والمنظف اللي عملناه من قشر البرتقال وقشر الليمون وكلور وبيكربونات الصودا وخل ابيض. هنكمل. وهذا اصحابي شكل الشفاط، انا حصل بس عندي مشكله في الكهرباء ففصلت الكهرباء فما عرفتش اصور وانا بنظف، فروتكم بقى بعد ما غسلته بنفس الخلطه. الخلطه هي بالظبط اللي انا استخدمتها، احنا سوينا قبل كده المنظف اللي هو قشر البرتقال، هروه لكم الحين، وقشر الليمون اللي عملناه الفيديو موجود في القناه ارجعوا له. اضفت عليهم نص كوبايه خل، يعني اخدت كوبايه من قشر الليمون وقشر البرتقال اللي عملناه المنظف، اضفت عليها نص كوبايه خل، ربع كوبايه بيكربونات الصودا، ومعلقتين كلور، وبالسلكه، وشايفين شال كل الدهون. وانتوا انا طبعا صورته قبل ما ابدا، وهتشوفوا الفرق ما بين الصورتين، النتيجه مبهره والمنظف فعال جدا بيقضي على الدهون تماما. يا رب الفيديو يكون عجبكم، لايكات وشير للفيديو. كان معاكم مطبخ دهب، واشوفكم فيديو جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.